الدكتور محمد إبراهيم، الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب والعقم بمركز دار الطب. اهلا بكم. ما بين الخرافه والعلم جاب كبير جدا جدا يا جماعه، يعني في التعامل مع تاخر الانجاب في خرافات قد تكون مضحكه، ومن المضحكات مبكيات حقيقه. يعني مثلا في ناس عشان تعالج تاخر الانجاب بتضحرك الست من فوق تله رمليه عاليه، ده موجود الكلام لغايه دلوقتي في المنيا على فكره. يعني حته الدحرجه، انا معرفش ايه حكايه الدحرجه دي، يعني ليه الست بتتدحرج. الكوميديا الثانيه ان الست كانت بتاخر في الانجاب، يجيبوها قدام القطر، يحطوها قدام القطر وياخدوها مره واحده من قدام القطر، او حاجه من اتنين، لا ياخدوها لا اما يفشلوا ولازم تتخض يعني، فلازم على اخر لحظه القطر هيخبط في الست. وكم ده بجد، كم من ست ما لحقوش يشدوها، يعني اللي جاي بيشدها ما لحقش من قدام القطر، فالقطر جه ضربها خبطها ماتت الست. يعني في خرافه، يعني خرافة ايه اقول، مجنونة يعني. من ضمن الحاجات ان الست تروح تقعد في كهف 3 ليالي. تعالوا نرحب بضيف العزيز المبدع دائما، ممتع دائما في حواره، واحد من الاسماء القديرة البارزة ومن نجوم عالم تأخر الانجاب، الاستاذ الدكتور محمد ابراهيم سالم، استشاري الحقن المجهري واطفال الانابيب وتأخر الانجاب بمراكز دار الطب. اهلا بك. اهلا وسهلا، وحشني والله. ربنا يعزك. ست عندها 45 سنة، متجوزة من سنتين، 45 سنة. هي عملت قبل كده عملية استكشاف بطن، ما بتقولش ليه يعني ماشي، بس بتقول انها ادت الى سقاط عنيفة في البطن، ما عرفش في الحوض. هي ما عرفش عرفت منين ان في سقاط عنيفة في الحوض، بس ماشي. عملت اشعة بالصبغ على الانابيب، في انسداد في الانابيب، وبتقول انها نفسها تحمل، وقالت جملة مميزة قوي، قالت ارجوكم ما تقفلوش الابواب في وشي. انا يعني هبدأ من حيث انتهيت. لان دي كلمه فعلا بجد صعبه جدا، ان سيده عندها 45 سنه اصلا السن اصبح عائق ضدك، وبالتالي اقعدي في البيت. في بعض السيدات، يعني هنبدا بقى، انا لوم هذه السيده في حاجه واحده بس، ان هي 45 سنه ومتجوزه بقى سنتين، وكانت عملت استكشاف بطن قبل كده. استكشاف بطن ده مستناش سنتين بعد الجواز، او 6 شهور او سنه، يعني مجرد ما تتجوز تروح اعمل لي اشعه بالصبغه، لان استكشاف بطن كده كان فيه مشكله وفي تدخلات جراحيه ممكن تعمل انسداد او التصاقات في الانابيب، وممكن يكون الجراح قال لها، ممكن يكون خبرها ان انت استكشاف البطن ده قد يكون يتبعه التصاقات في الحوض او حاجه كده، فادها فكره زي انت ما انت بتقول كده، ايه الراجل اللي قال لها ايه انت عندك مشكله في الانابيب يعني. فاذا دلوقتي سيده 45 سنه استكشاف، ده معناه وعملت اشعه بالصبغه قال لك في انسداد في الانابيب. 45 سنه انسداد في الانابيب، الطريق الوحيد لإحياء الأمل عند هذه السيدة هو مسام الحقن المجهري. ما تجيش أنت وأنت طبيب بقى مسؤول عن تأخر حمل والإنجاب، وأنا آسف يعني حافظ مش فاهم، وتقعد في التكييف في عيادتك. لا لا لا، تخدي كشف كراحة يا مدام، 45 سنة مش هينفع لك حمل مجهري، هذا لا يجوز. لأنه الطريق الوحيد ليها هي أصبح كل الأبواب مقفلة في الطب ضد الحمل الطبيعي، ما عدا برنامج الحقن المجهري، هو أحد وسائل الإخصاب المساعد اللي تساعد على الإنجاب. هذه السيدة لو عندها بصيص من الأمل أنت لازم تاخد بيه. هذه السيدة لازم تعملها سونار وتشوف طالما في بصيص من الأمل. طبعًا، لأن ما عندهاش حق، ما فيهاش. ولو ما فيش أمل قصة تانية. لا، لو ما فيهاش أمل ديت، سواء بقى الأنابيب مفتوحة أو مقفولة، إحنا بنقولها. يعني في 45 سنة
قد تكون الأنابيب مفتوحة والرحم بتاعها كويس جدا، بس منبوس يعني وصل لسن ياس خلاص، والإف إس إتش عالي جدا جدا، وبالتالي أنت مش بيدك حاجة تقدر تعملها، فأنت بتقول لها صريح صريح الوضع كذا كذا. ده مش اسمه قفل أبواب، ده اسمه صراحة علمية، ده اسمه الصراحة بقى. أنت لازم نكون نواجه تمام، بس نواجه بطريقة شيك. بس النهارده 45 سنة وانسداد في الأنابيب، لازم النهارده عشان يطلع منك تشخيص سليم وتغلق الأبواب في وجه هذه السيدة، لابد أن يكون نسبة التشخيص بتاعتك صحيحة بنسبة 200%. يعني أنا أي سيدة بتقعد قدامي وبقول لها يا ست الكل يغلق الملف الطبي، بقول لها حضرتك أنا ما بقولش يغلق من فراغ، أنا بقول لك الأسباب 1 2 3 4، وأنا واثق وأنا قاعد على الكرسي وبديها التشخيص ده، إنه لو راحت لعشر دكاترة محترمين بيفهموا في مجال تأخر حمل والإنجاب غير استغلاليين أو غير انتهازيين، هيقولوا نفس هذا الكلام. فإذا محدش هيقدر يعيد ورايا تشخيص أنا أخطأت فيه مثلا، لأنه أنا هبقى سليم بنسبة 100%. وبناخد حذرنا في التعامل مع السيدات اللي وصلوا لهذا السن. ليه؟ أولا زي ما قلنا مش عايزين ناخد بمخزون مبيض، لأن احنا قلنا عادي مخزون مبيض هيبقى مناسب للمرحلة العمرية. أنت مستني إيه في واحدة عندها 45 سنة هتعملك مخزون مبيض؟ مش أنت يعني، أنا ما بطلبوش للسيدات، لا مش هستفيد منه حاجة، هيطلع 1 من 10 1 من 100 خلاص. أنت فاهم؟ لازم النهاردة أبص على السونار. أنا لسه عيان 44 سنة، أنا بقول لها أنت المبيض بتاعك زي واحدة عندها 18 سنة. فإذا مش كل السيدات، مش قاعدة عامة، لازم احنا نفصل، مش قاعدة عامة انه كل السيدات اللي وصلت الى سن 45 سنة ده محكوم عليها بسن اليأس، او محكوم عليها بعدم اللجوء للحقن المجاري، او محكوم عليها بنسبة فشل عالية جدا، او محكوم عليها انها تقعد في البيت وتقفل ملفها. هذا كلام خاطئ. انا اجريت كثير جدا من السيدات حقن مجهري لسيدات تخطينا سن 40 سنة. فاذا مش نهاية المطاف نهائيا. هذه السيدة لو حجم المبيض بتاعها كويس، انا بنصحها تلجأ الى الحقن المجهري مباشره. طب احنا نتعلم ايه من هذه السيده؟ نتعلم انه اي سيده النهارده تخطت سن ال 40 سنه وربنا اكرمها وتزوجت، مباشره تلجأ الى الطبيب المعالج لتشخيص الحاله، ويبدا يحط لها حاجات تقف عليها عشان نعرف المستقبل ماشي ازاي. ما ضيعش سنتين من عمري، يبقاش انا متجوز عندي 43 سنه وفي تدخلات جراحيه او حصل لي كيماوي او اشعاعي واقعد استنى سنتين لغايه ما حد يقول التشخيص فين. لازم النهارده، مش معنى كده ان انا بقول لها عجلي بالحقن المجهري عشان راجل بتاع حقن المجهري، انا بقول نشخص الحاله بغض النظر بقى التشخيص ده. ما انا النهارده ممكن تكون سيده عندها 43 سنه دكتور ايمن وعندها المخزون بتاعها ممتاز جدا، فايه المانع ان انا اديها فرصه للحمل الطبيعي 6 شهور؟ ما يا جد وجدتك وجد بيحملوا عند سن 44 سنه و 43 سنه طبيعي من غير حقن مجهري. ولكن احنا بنقول احنا بنقيس المستقبل لهذه السيده ماشي ازاي، عشان لو الست ديت 43 سنه وعندها مخزون مبيض كويس وعملت اشعه بالصبغه اديها فرصه للحمل الطبيعي من 6 ل 9 شهور. اذا لم يحدث حمل بنتقل الى الحقن المجهري مباشره. ما فيش حاجه اسمها استنى سنه وسنتين وثلاثه وحاجه زي كده. ولكن السيده ديت لو كان حجم المبيض على السونار صغير وتدخلت الاشعه بالصبغه وقالت انه في التصاقات، ما ينفعش استنى بقى من 43 سنه ل 45 سنه اللي هو ده بيتهدي مخزون مبيض اكتر، وبعدين اقول له روح اعمل لي حقن مجهري، لان وقتها نسب النجاح في 43 سنه طبعا احسن من 44 سنه، احسن من 45 سنه. طبعا احنا بنقول هذا الكلام وفي عامل لازم نثبته ولازم نكون احنا واخدين بالنا منه كويس، اللي هو الزوج لازم يكون كويس. يعني لازم يكون تحليل السن المنوي بتاع الزوج كويس وما فيهوش اي مشكله على الاطلاق، سواء هندي حمل طبيعي او لو في مشكله في الحمل المنوي هنلجا للحقن المجهري. فاذا تقييم الحاله للسيدات اللي هم تخطوا سن ال 40 سنه لازم يكون معايا تحليل سن المنوي. لو ممكن يكون انا عندي 42 سنه والدكتور بيقول لي المخزون بتاعي كويس وشكل المبيض كويس ويكون جوز عنده مشكله في الحيوانات المنويه. ما ينفعش النهارده، وده حذاري ودي يمكن ده كويس ان الموضوع ده اتفتح، ان انا النهارده لازم يكون في تعاون ما بين طبيب الذكوره وطبيب امراض النساء والتوليد. ما ينفعش النهارده امسك عيان مراته عندها 42 سنه وعنده ضعف شديد في الحيوانات المنويه واقعد اقول له احنا هناخد علاج من 6 ل 9 شهور لتحسين جوده الحيوانات المنويه. انا بحترمك جدا كطبيب ذكوره، بس انا النهارده انت ضيعت 9 شهور من الست في مخزون المبيض بتاعها. وانا النهارده 42 سنه لغايه ما انت تخلص العلاج بتاعك كطبيب ذكوره هيكون الست بتاعتي 43 44 سنه. فانا النهارده لو بديها نسبه نجاح في الحقن المجهري 30%، انت بعد السنه ونص هيبقى 5% 10%. فلازم يكون الممارسه بتاعه الزوج والزوجه في التشخيص المستقبل الحاله يكون في تعاون ما بين طبيب امراض الذكوره ويتكلموا بعض. يعني يا دكتور محمد، يا دكتور طارق، يا دكتور علي، انت انا عندي 46 سنه وانا المخزون بدا يلعب معايا شويه،
الشكل المبيض مش مريحنا كتير على السونار وجوزها عنده مشكله في الحيوانات المنويه، تنصح بايه؟ لازم ما يكونش طبيب الذكوره دكتور ايمن دول نصيحه منفصل عن الواقع. ما ينفعش هو يسوق السفينه براحته. انت النهارده لما بتيجي تقود سفينه بيبقى عندك القبطان وعندك المسؤول عن البوصله وعندك المسؤول عن بس الاشارات وعندك المسؤول عن الصيانه وعندك حاجات كتير جدا. انا كقائد وكقبطان النهارده ما ينفعش اسوق لوحدي، تمام؟ فانت النهارده كطبيب ذكوره ما ينفعش تسوق الراجل لوحده. انت بتساعده ليه؟ ما انت عايز حمل من الست بتاعته. طب والست ديت سنها كام؟ انا معاك لو ست 27 سنه يعني اقعدوا مع بعض سنتين ثلاثه ما فيش مشكله، تعالجوا زي ما انتم عايزين. الراجل هيرجع لي وهي عندها 30 سنه ما فيش مشكله، ما معظم السيدات دلوقتي بتتجوز عند 30 سنه. فاذا الموضوع موضوع تنسيقي في سن 45 سنه ولازم نحط الزوج طرف في هذا الموضوع. نورت. ربنا يعزك. المبدع دائما الاستاذ الدكتور محمد ابراهيم سالم استشاري الحق في المجال واطفال الانابيب وتاخر الانجاب من مراكز دار الطب كان ضيفي في الناس الحلوه، خليكم مع الناس الحلوه. تأخر إنجاب 10 سنين والحمد لله الدكتور أحمد عوض الله هو اللي يعني طلع إيه السبب. من أول تجربة ربنا كرمني وبعد 7 سنين عملت محاولة تانية وربنا كرمني مع عبد الرحمن والحمد لله بشكرهم جدا، رجعوا الأمل فينا وابتسامتنا في الحياة الحمد لله، يعني ربنا كريم الحمد لله.